أكيد سمعتم خبر إسلام الملاكم الأمريكي جيرفونتي ديفيس، الخبر الذي انتشر بسرعة ورحب به الرياضيين وغير الرياضيين ولفت انتباه الكثير من الناس. إذن فمن هو جيرفونتي ديفيس والذي غير اسمه بعد إسلامه لعبد الواحد؟ نشأ ديفيس في سانت تاون وينشستر، حي معروف بكثرة الجرائم بولاية ماريلاند الأمريكية. ترك دراسته الثانوية للتركيز على الملاكمة، ولكنه حصل لاحقا على شهادة الثانوية من خلال الدراسة عن بعد. ملاكم أمريكي محترف من مواليد سنة 1994، والذي ميز هذا الملاكم أن سجله نظيف من الهزائم، وأيضا لأنه حقق ألقاب عالمية في ثلاث أوزان مختلفة، وحاليا لا زال يحتفظ بلقب بطولة العالم للوزن الخفيف للاتحاد الدولي للملاكمة، وذلك منذ سنة 2019. وقلت لكم سجله نظيف من الهزائم لأنه لعب 29 نزال احترافي انتصر فيها جميعها، منها 27 بالضربة القاضية. اعتنق عبد الواحد الإسلام تقريبا الأسبوع الماضي 24 من هذا الشهر، واختار ديفيس أن يغير اسمه بعد إسلامه ويسير على خطى عدد من أساطير الملاكمة مثل محمد علي رحمه الله ومالك تايسون. وبعدما اختار هذا الملاكم الأسطوري أن يعتنق الإسلام، رحب بذلك العديد من الجماهير والأبطال على رأسهم البطل المسلم حبيب نورماغوميدوف. ومن هذا المكان ومن خلال هذه القناة المتواضعة أنا أيضا أرحب بذلك وأقول له ثبتك الله على الإسلام وثبتنا جميعا على هذا الدين العظيم. وأشكركم على حسن المتابعة، ونلتقي قريبا إن شاء الله في فيديو قادم، ودمتم سالمين والسلام عليكم. الحمد لله we have our brother here Devonte, may Allah عز وجل preserve him and bless him. As many of you know that he embraced Islam, alhamdulillah, he is a Muslim.